مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة فيما يلي العناوين. الفريق السعيد شنقريحة يشرف على افتتاح أشغالية الاجتماعية السنوي لإطارات العتاد بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى، ويؤكد الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش لسلاحي العتاد. انطلاق فعالية المنتقى الدولي الرابع الجزائري التركي حول تاريخ الجزائر خلال القرن السادس عشر ميلادي من خلال كتاب البحرية لبيري رايس. ترحل 331 عائلة بولاية الجلفة إلى مساكن لائقة بكل المرافق الضرورية ضمن برنامج القضاء على السكن الهش. أهلا بكم من جديد. بداية، أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى على مراسم افتتاح أشغال الاجتماعية السنوي لإطارات العتاد. في البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة السيد اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى، تابع سيد الفريق عرضين قدمهما كل من قائد المدرسة وكذا المدير المركزي للعتاد، تناول حصيلة النشاطات المنفذة بعنوان المرحلة الأولى من برنامج تحضير القوات لسنة 2021-2022 وأفاق تطوير سلاحي العتاد في مختلف المجالات. عقب ذلك ألقى سيد الفريق كلمة توجيهية تمت متابعتها عن طريق تقنية التحاضر عن بعد من قبل مختلف وحدات النواحي العسكرية الست. عبر في مستهلها عن سعادته بالإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد الرامي إلى تقييم حالة تقدم تنفيذ مخطط الأعباء السنوية. يجدر بي في المستهل التعبير عن امتناني بهذا اللقاء العملي الذي منحني فرصة الإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد الذي تنظمه المديرية المركزية للعتاد بهدف تقييم حالة تقدم تنفيذ مخطط الأعباء السنوي وإجراء حوصلة شاملة لإجراءات المتخذة في هذا الإطار وتحليلها واستخلاص التصحيحات المحتملة للاستراتيجية المتبنات من أجل تصور الحلول الممكنة لمواجهة التحديات المعترضة ورفع النقائص المسجلة. السيد والفريق أكد أيضا الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لسلاح العتاد الذي يطلع بمهام حساسة في إطار الرفع المضطرد من جاهزية قواتنا المسلحة والحفاظ على استعدادها الدائم لمواجهة أي طارئ. إن المديرية المركزية للعتاد تحظى لدينا كما تعلمون جميعا بأهمية قصوى بالنظر لطابع وخصوصية المهام الموكلة لها المرتبطة أساسا بإسناد وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته والمشاركة في إعداد مخططات تطوير مكوناته وتلبية الاحتياجات من التجهيزات والعتاد، وهي مستويات أساسية ستعزز لا محالة سلسلة القيادة وتسهم في جمع العناصر الضرورية لإعداد قرار القيادة العليا. وعليه فإننا نصب من وراء الرعاية التي ما فتئنا نمنحها للسلاح العتاد تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
وزير الدفاع الوطني إلى امتلاك أسباب القوة ووسائل حفظ استقلال بلادنا وصيانة سيادتها الوطنية وتوفير كافة الظروف المناسبة والعوامل المواتية لوضع الركائز الأساسية لرفع من جاهزية قوتنا المسلحة والحفاظ على استعدادها الدائم لمواجهة أي طارئ. إثر ذلك أشرف السيد الفريق على تدشين بعض المرافق المنشآتية للمدرسة. قبل أن يقوم رفقة قائد الناحية العسكرية الأولى والمدير المركزي للعتاد بغرس شجرة بالمناسبة ذاتها. انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة فعالية الملتقى الدولي الرابع الجزائري التركي حول الموروث التاريخي الجزائري التركي المشترك تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ووزيرة الثقافة سوريا مولوجي إلى جانب أساتذة ورؤساء مختلف الجامعات التركية والمراكز المتخصصة في التاريخ البحري المشترك بين الجزائر وتركيا. الملتقى الذي تنظمه مؤسسة الأرشيف الوطني إلى غاية 13 من الشهر الجاري سيخصص لتاريخ البحرية تحت عنوان على خطى بيري رايس، وهي شخصية تركية استقرت ببجاية وكان لها الفضل في رسم العديد من الخرائط البحرية للجزائر وحوض البحر الأبيض المتوسط آنذاك، وثقت في كتاب البحرية لبيري رايس والذي يؤرخ لتاريخ الجزائر في القرن 16. في الشأن التنموي وضمن جهود القضاء على المساكن الفوضوية، أشرفت السلطات المحلية بولاية الجلفة على عملية ترحيل 331 عائلة إلى مساكن لائقة تتوفر على كل الضروريات. محمد شوقي بنيفة. بعد معاناة طويلة من الانتظار والعيش في هذه السكنات الفوضوية والهشة والتي لا تصلح للعيش الكريم، قاطنو هذه السكنات بمختلف أحياء بلدية الجلفة، ومنذ الساعات الأولى لنهار اليوم تم ترحيلهم إلى سكنات لائقة. فارحة والله، قا فارحة وربي يحفظك. والله قا نتمرمد ونجي نشف الماء نتاع القاطرة ونجي نتمرمد هكذا كي بني وبنتي قاعد نتمرمدين، راني من 2007 وأنا هنا نتمرمد. كنا عايشين بطريقة مأساوية، كنا مع قارورة البوتان، كانت عائلات عدة من بين السكان هنايا تتسخن على النفايات، والحمد لله راكم تشوفوا في الفرج إن شاء الله راه وصل، وإن شاء الله يا ربي تفرح كاع الناس. الحمد لله اليوم إن شاء الله نكونوا في السكنة الجديدة، ندخلوها بالصحة والعافية، وربي إن شاء الله يجعل لنا عتبة تاع خير، وإن شاء الله ربي يفرح كاع خوتنا كاملين. داروا فينا خير كبير، وكنا في معاناة نعانوا فيها، معاناة ميزيرية ما لا إله إلا الله محمد، واليوم الحمد لله راه منحوا علينا قبنا. رافقنا العائلات إلى وجهتهم بهذه الأحياء السكنية التي تتوفر على كل الضروريات، ففرحتهم بهذه السكنات تنهي كل معاناتهم. الحمد لله اليوم رانا جينا سكنات جديدة مقيومة من كلش، والحمد لله وكثر خير الدولة. ما كان معيشة في الفوضاوية ولا والبرد ولا والثلج والمطار، واليوم الحمد لله حن علينا ربي وحنت علينا دولتنا وسكنا الله يبارك خيرات. في إطار برنامج السيد رئيس الجمهورية
والقاضي بتحسين الظروف المعيشية للمواطن. اليوم إن شاء الله راح نتكفلوا بست أحياء اللي تحصيها بلدية الجلفة، يبقى لنا حي واحد إن شاء الله اللي راح نتكفل به في أقرب وقت ممكن. عدد العائلات المستفيدة هي 331، وسوف إن شاء الله ترحل إلى سكنات لائقة. فيما يخص إن شاء الله السكنات الاجتماعية طالبي سكنات، عندنا حصة معتبرة اللي راهي في طور دراسة من طرف لجان لجنة الدائرة، والحصة هذه إن شاء الله فيها 1300 حصة اللي راح إن شاء الله أيضا تتوزع في القريب العاجل. لتبقى عملية الترحيل متواصلة بإسكان كل العائلات المحتاجة والقضاء على السكن الفوضوي، وكذا استرجاع كل الأوعية العقارية للاستفادة منها للصالح العام. بولاية تيار توقف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي عند ظروف الممتهنين بعدد من المؤسسات الاقتصادية المحلية، كما أشرف على توزيع مقررات استفادة ل 22 شابا لتحويل مشاريع في إطار الوكالة الوطنية لتنمية وتطوير المقاولاتية. محمد نور الدين قاسم. الحصول على وظيفة دائمة بمؤسسة النقل الحضري هي الآن قريبة المنال لعشرة شبان يزاولون تكويناً تطبيقياً في إطار صيغة التكوين عن طريق التمهين. اكتسبوا خلالها خبرات ومعارف متعددة. الحاجة كتقرا فما بسوق أو السلوك تجي هنا تفهمها خير، خاطش فما تبان لك صعبة. مضى على دخولي لهذه المؤسسة حوالي عام تقريباً، حيث استفدت الكثير بتجربة مع العمال، وإن شاء الله نلقاو فرص عمل لهنا في الشركة. نعم، لقيت راحتي بكل معنى الكلمة. يجونا هذ المتربصين هنايا ونعلموهم، وحنا هي الفايدة تاعنا النجاح تاعهم. يتعلموا صوالح نورو لهم، نثقفوهم، نعطوهم يحلوا. العلاقة التكاملية بين قطاع التكوين والنسيج الصناعي بولاية تيارت يظهر صداها في توفير أجواء ملائمة للمتمهنين. دايرة HSE هيجين سيكوريتي انفيرونمون تكنيسيان سوبيريور، هنايا جينا وراونا تعلمونا لي زاناليز بارابور لشان نقراو تيب هنا البراتيك. علمنا لي زاناليز تاع لي برودوي ليتي كيما الحليب نورمال، لي دفاج، ياغورت، كريم فريش، بيغ، ومام علمونا لي زاناليز تاع الماء. استفدت تقنيا انه تعلمت بزاف صوالح هنا في المخبر، تطبيق كيما معلومات كيفاش نتعاملوا لي زاناليز تاع الحليب، ندير لي زاناليز، تعلمت ندير لا دونسيتي لا سيديتي لا ماتير غراس. توفير تكوين يواكب متطلبات سوق العمل اصبح متاحا بفتح مزيد من المعاهد والمراكز. إلى ملف الاستثمار الفلاحي، نتائج إيجابية حققها خبير دولي وصاحب مستثمرة خاصة بولاية تيميمون بفضل تجاربه العلمية في مجال تخصيب الأراضي الصحراوية باستعمال تقنيات بسيطة من الحرشة. مزرعة غير عادية ببدريان بولاية تيميمون، فهي مخبر طبيعي للتجارب الفلاحية الصحراوية يعمل عليها الخبير الدولي محمد بوشنتوف بتقنيات أيكولوجية بعيدة عن المواد العضوية الكيميائية، فهنا أساس جودة المحاصيل الزراعية النخلة. في النموذج فيه خمس طوابق تاع محاصيل ما بين نخلة ونخلة، فيها 8 متر نجمو نديرو حوض تاع 2 متر مربع مع شجرة من أنواع الأشجار اللي الإنتاج يكون مبكر. كما استحدث السيد محمد بوشنتوف آليات لزرع وسقي المحاصيل وفق بحوث ودراسات مخبرية حققت نتائج إيجابية. نديروا 2 دورات تاع خضروات في السنة ما بين سبتمبر حتى نقولوا المواد ماي، عندنا حوالي استدير كون ناخذ كل دوره، عندنا حوالي 400 كيلو في كل دوره، عندنا نلحقوا حتى 800 كيلو تاع خضروات متنوعه، نجمو حتى الحوض نقسمو على 5 ولا 6 تاع الحواض صغار، ونديرو في كل حوض نديرو منتوج باش يكون عندنا عده تاع خضروات متنوعه. والسقي عنده عود على طريق نقولوا لو ريبارتيتور دو اللي يوزع الماء في الحوض مع الفوال، هذا مع النوع تاع الفوال.
بعث ديناميكية فلاحية بالمناطق الصحراوية وبتكاليف أقل وجودة عالية هو ما يسعى إلى تعميمه الخبير الدولي محمد بوشنتوف من خلال تجاربه المتنوعة. والاستثمار الفلاحي بصحراء ممشى بولاية خنشلة يستقطب العديد من المستثمرين الشباب الذين حولوا الكثير من المساحات القاحلة إلى حقول خضراء، والنموذج مستثمر شاب استطاع تحقيق نتائج إيجابية في زراعة القمح الصلب والشعير ويأمل في دعم الدولة لمضاعفة الإنتاج وتحسينه. سفيان عجروت. بين هذه الأرض الجرداء وخضرة الحقول المجاورة حكاية شاب أحب الفلاحة فاستثمر في خدمة الأرض فجادت له بما تكتنز. في مستثمر في ولاية خنجلة دخلنا في مجال الفلاحة. أنا يا الأرض هذه شريتها بمالي الخاص واستثمرتها وحفرت 20 بئر في الموسم هذا. لطفي يؤمن دائما أن للنجاح شركاء وأن بعث الحياة في أرض قاحلة لن يتأتى إلا بتكافل الجهود، فاستعان بالعديد من الشباب. في الأراضي اللي عندي تاع الفلاحة 50 منصب شغل، وأنا بعد ما نزيد ندخل الكهرباء ونزيد تولي عندي يولي عندي طموح باش نكمل نزيد نخدم 50 أخرين تولي عندي 100 عامل. أنا شغلي عامشت في الحذاي لازم نتعاون قد ترسيتي عشان نضرق المازوط لكن وخاصة من الخيرات هاي عشان شغال نخدم 20 خدام ذا أهم ورث ربي يبارك لازم نتعاون قد ترسيتي تهلام ترى أرقى زي نظر سنو السار عشان لغضق أبتي المازوط أبتي ستير حتى وندى سنو السار. إنتاج القمح هو النشاط الفلاحي الذي تمرس فيه لطفي رفقة العمال لسنوات متتالية، وبحكم الخبرة تمكنوا من تحسين نوعية المنتوج. صحراء النمامشة أرض تكتنز من الخير الكثير، وبقدر الاهتمام بها تكون المردودية. من الاستثمار الفلاحي إلى الاستثمار السياحي بولاية بسكرة، خاصة في المجال الفندقي الذي يسير بوتيرة سريعة تماشيا والطلب المتزايد على هذه المنشآت. يونس الكحلديب. السياحة الحموية والمكانة المرموقة التي تحتلها بولاية بسكرة جعلت منها مقصد العديد من الزوار سنوياً، ما استوجب تكثيف جهود الاستثمار الفندقي كهذه التوسعة بالمركب السياحي الحموي سيدي يحيى، وكذا أشغال ترميم فندق الزيبان التي أعادت للفندق رمزيته السياحية. وزدونا توسعة رانا فيها 6 قطارات، رانا خدمنا المشروع زدنا فيها 36 بارت ووتيل، وزدنا فندق فيه 56 شمبرة رانا فيني فيها، يعني على من ان شاء الله جوان تكون واجده. عمليه الترميم تمت على مرحلتين، المرحله الاولى تم من خلالها تهيئه عدد معتبر من الغرف بوسائل جد حادثه وجد مريحه، وهذا ما اعطى دافع قوي جدا يعني لاستقطاب زبائن اكثر. صيغه اخرى مستحدثه للايواء بولايه بسكره، الإيواء لدى الساكن من شأنها منح مساحة أكبر للإيواء، خاصة بعد منح رخص الاستغلال لأصحاب هذه المنازل. وسميناها دار جدود القنطرة وترجع للتاريخ تاع جدود بعد، ونشكر سيد الوزير اللي سلم لنا الرخصة باش نعودوا نستقبلوا السياح لهنا، سواء سياح تاع الأجانب ولا سياح تاع سياحة داخلية. هناك انتعاش في السياحة خاصة السياحة الوطنية والسياحة الداخلية، وبالتالي أصبح لزام على هذا الهياكل مواكبة هذا الانتعاش هذا بعد ركود دام أكثر من سنتين بسبب الجائحة، وركود يعني كان أقل حدة في السنوات الماضية نظرا لضعف طاقات الإيواء. ولأن 8 مارس يومهن العالمي نظم معرض للصناعات التقليدية التي تجود بها أيادي حواء ببسكرة، إضافة إلى تكريم بعض الحرفيات تشجيعا لهن بالمناسبة. قصد غرس ثقافة السلامة المرورية لدى الناشئة، نظمت مديرية أمن ولاية قسنطينة حملة تحسيسية توعوية لفائدة تلاميذ مدارس المناطق النائية. رضا تبرمسينة. بكثير من المتعة والفرح يستقبل أطفال مدرسة موسى حملاوي أصحاب البدلة الزرقاء في حملة توعوية تحسيسية خاصة في أداب الطريق واحترام إشارة المرور. تعلمنا
نحافظ كيف نحافظ على البيئة والاحترام إشارات المرور. جاونا الشرطة القضائية وعطونا قوانين للمحافظة على البيئة ولا قواعد المرور. أعوان الأمن العمومي وكذا معلمو المدرسة ساهموا في تفاعل إيجابي انعكس على نفسية التلميذ، خاصة في المناطق المنعزلة كهذه المدرسة بمزرعة بوشبعة. المنطقة تشهد عدة أشغال في محيطها، وهذا اليوم تحسيس يعني التربية المرورية. بادرت الشرطة لإلقاء هذا اليوم التحسيسي حتى يتسنى للتلاميذ معرفة ما لهم وما عليهم أثناء اجتيازهم للطريق. لقيت هذه الحملة التوعوية حول قوانين المرور، حول الالتزام ببعض السلوكات من قبل التلاميذ، لقيت استحسان كبير من قبل التلاميذ وكذلك من قبل أوليائهم. التلقين في الصغار كالنحت على الحجر لجيل سيحمل المشعل في قادم السنوات تربى على احترام القانون وتطبيقه. برلمانياً أشرف نائب الرئيس المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والجالية منذر بودن أمس بمقر المجلس على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية اللبنانية بحضور سفير لبنان محمد حسن. وبالمناسبة أكد منذر بودن أن هذه المجموعة تشكل آلية فعالة تضاف إلى رصيد العلاقات الثنائية والصداقة المتينة التي تجمع البلدين، كما أنها تؤكد انسجام المواقف والتشاور على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية محمد هاني بمقر المجلس على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر نيجيريا، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة جمهورية فيدرالية نيجيريا لدى الجزائر آدمو إدريس محمد. وبالمناسبة أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية أن تنصيب هذه المجموعة البرلمانية للصداقة يعد حدثاً هاماً لتوطيد العلاقات الثنائية في بعدها البرلماني بين بلدين تجمعهما أواصر الصداقة والتضامن. في الذاكرة التاريخية وبمناسبة الذكرى 48 لسقوط الطائرة الفيتنامية التي كانت تقل صحفيين جزائريين، نظمت جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع جريدة المجاهد منتدى الذاكرة الذي نشطه إعلاميون، حيث قدمت خلاله شهادات حية لمن عايشوا الحدث وعاصروا شهداء الصحافة والإعلام. المنتدى حضره شخصية وطنية ووجوه إعلامية وأساتذة جامعيون وطلبة. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي ناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 8 تجار مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع المغرب تقدر ب14 قنطاراً و52 كيلوغراماً من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 31 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 39 كيلوغراماً من المادة نفسها و32,821 قرصاً مهلوساً تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من طمنرست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانات وتندوف 475 شخصا، وضبطت 31 مركبة و161 مولدا كهربائيا و145 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 7 أشخاص وحجز 6 بنادق صيد بالإضافة إلى 17 قنطارا من مدة التبغ بكل من خنشلة وسطيف وجانات. في سياق متصل، أحبط حراس السواحل محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر ب 81,664 لترا بكل من طمنرست وتبسة وطرف وسوق هراس، فيما تم توقيف 184 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تيميمون وجانات وورقلا وتلمسان ونعامة. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة، 5 منهم من جنسية أجنبية. العملية التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا بموجب إذن بالتفتيش، تم خلالها حجز ومصادرة أزيد من 274 غراما من المخدرات الصلبة ومبلغ مالي يقدر ب 209,600 دينار وأربعة أسلحة بيضاء محظورة وثلاثة جوازات سفر أجنبية و13 هاتفا محمولا، وكذا مركبة سياحية تستعمل لغرض المتاجرة بهذه السموم ومعدات مختلفة تستعمل في تحضير المخدرات الصلبة وتزوير العملات النقدية. وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بعين ترك بولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الاعتداء على المواطنين وسرقة السيارات. على إثر عملية نوعية، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك وبالتنسيق مع أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاعتداءات على المواطنين وسرقة السيارات، وذلك باستدراج ضحاياهم عن طريق فتاة إلى أماكن محضرة مسبقا مستعملين أقنعة لإخفاء ملامحهم. الشبكة متكونة من 6 أشخاص، من بينهم امرأة يبلغون من العمر ما بين 25 إلى 45 سنة وينحدرون من بلدية بوسفر. التحريات التي قاموا بها أفراد الفرقة مكنت من تحرير الرهينة صاحب السيارة الذي كان مكبل الأيدي والأرجل على مستوى إحدى الشقق المستأجرة، واسترجاع السيارة المسروقة من نوع رونو ماستر في مدة لا تتجاوز 6 ساعات، كما تم حجز أسلحة بيضاء والعتاد المستعمل في العملية في انتظار تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة. أجل اليوم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي محمد محاكمة المتابعين في قضية مجمع بن عمر للصناعات الغذائية إلى 23 مارس الجارية. دوليا، وفي تطورات العملية الدفاعية الروسية بأوكرانيا، قرر الجيش الروسي وقفا جديدا لإطلاق النار ابتداء من هذا الصباح للسماح بإجلاء آلاف المدنيين عبر ممرات آمنة. في السياق ذاته، أحصت الأمم المتحدة نحو 2 مليون لاجئ أوكراني غادروا البلاد إلى دول مجاورة. تفاصيل أوفى مع إيمان بالملودة. تطورات متسارعة تتبع المشهد في أوكرانيا، فبعد نتائج المفاوضات الأخيرة بين موسكو وكييف التي وصفت بالإيجابية خاصة فيما يخص لوجستية الممرات الإنسانية، أعلنت روسيا من جديد وقف إطلاق النار بغرض إجلاء المدنيين في عديد المدن الأوكرانية ابتداء من صباح اليوم، هدنة من شأنها تسهيل عمل الممرات الإنسانية في كييف وخاركوف وسومي وماريوبول وتشرينهوف.
يحدث هذا في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية الدفاعية الروسية متواصلة، لتعلن وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يزيد عن 150 منشأة عسكرية على الأراضي الأوكرانية، في حين تواصل القوات التابعة للوغانسك تقدمها بمناطق عدة شرقي كييف. بالموازاة مع ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بحصولها على مستندات تؤكد أن نظام كييف كان يخطط للهجوم على منطقة دونباس خلال الشهر الجاري، لكن العملية الروسية الدفاعية الخاصة أحبطت الهجوم الأوكراني واسع النطاق على دونيتسك ولوغانسك. وفي خضم كل هذه الأحداث، عثرت قوات الحرس الروسي على عدد كبير من الأسلحة الثقيلة والذخائر في محطة زابروج النووية الأوكرانية، وتمت مصادرة أكثر من 500 قطعة سلاح، من بينها أسلحة تابعة لحلف الناتو. أحداث أعلن في خضمها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حظر استيراد جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة ستكون بمثابة ضربة قوية لموسكو، خطوة ارتفعت خلالها العقود الآجلة لخام برانت هذا الأسبوع لأول مرة إلى مستوى قياسي بلغ 128 دولار. ومن تداعيات الأزمة في أوكرانيا، تزداد المخاوف حسب الخبراء من ارتفاع أسعار الغذاء مع تذبذب إمدادات القمح، لكون روسيا وأوكرانيا أكبر مصدري القمح في العالم. ندعوكم الآن للتعرف على المسيرة الفنية لمصطفى عدان، إحدى أعمدة الفنانين التشكيليين الجزائريين، من خلال معرض فني يروي بالأشكال والألوان إبداعاته الفنية المستوحاة من التراث الثقافي الجزائري. لندمكي. مصطفى عدان فنان ورسام تشكيلي ابن مدينة القصبة، بدأ دراسته منذ الستينات في ألمانيا، ثم تحصل على شهادة جامعية في البيداغوجية الفنية في الرسم، كما أنه كان أستاذا بمدرسة الهندسة والفنون الجميلة، إضافة إلى كونه عضوا ومؤسسا لحركة أوشام والاتحاد الوطني للرسامين الجزائريين. عندي 88 سنة، زدت في 1933 في القصبة عدان في دون لو، ولا تيلا بورس، راك عندك لا بورس هذيك باش تروح تقرا في الألمان. رحنا تما قريت تما، درت لي زيتود ديالي لي 5 ans، سادير 62 جيت بور لانديبوندونس، وعاودت رحت للألمان بور كونتينيي جوسكون 64-65. J'ai terminé mes études, je suis arrivé en Algérie, دخلت l'école des beaux-arts. الفنان سخر موهبته وقدراته الإبداعية في التعبير عن حبه لبلده، له رصيد كبير من الأعمال الفنية. هذايا كان نهار اللي عاودوا بدلوا المطار، داروا نقلوا يديروا لنا تاريخ تاع الجزائر، هو عندي مرسم في الدار. ودرت كاين قريب واحد 4000 بلاكا كيما راكي تشوفي هكذا مخدومين. طلعت كيفاش واحد اللي ماشي خباز لابد يطلع كيفاش يدير الخبز. هذاك هو الصح، العبد كيكون فرحان، وهذاك اللي يصحد اللي يحسن، وهذيك اللي تبنى الجزائر كاع هنايا، هنا قلبي راهي هنا. مصطفى عدان 30 سنة من الإبداع في لوحات فنية تحاكي الماضي الحاضر والمستقبل. في الختام، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت دار الأوبرا الجزائر بعلام بالسايح برنامجا فنيا وثقافيا متنوعا، حيث تم تكريم عدد من النساء المبدعات في عالم الفن والثقافة. روبورتاج ملكة بن عويشة. على أنغام الموسيقى الجزائرية بمختلف طبوعها، احتفت أوبرا الجزائر بالنساء في عيدهن العالمي،
وكان للمتميزات في الثقافة والفن تكريم خاص. هذا شرف لي كامرأة كذلك مذيعة لتهتم بالميدان الثقافي منذ أكثر من 20 سنة، والمرأة هي دائما عندها رسالة، رسالة المحبة، رسالة السلام. هذه الرسالة مهمة جدا. سعدت جدا بهذا التكريم، وأتمنى للنساء مواصلة دربهن نحو التميز وتجاوز كل التحديات، كل في مجالها. وبالمناسبة، برنامج ثري تضمن معرضا للفنون التشكيلية وآخر لسيدات مقاولات في مجالات إبداعية مختلفة. أنا هنا أحمل رسالة أمل وتحد، فالمعاناة مع المرض لم تمنعني من الرسم، وأشارك دائما بأعمالي في كل التظاهرات. أنا سيدة ماكثة بالبيت، جينا بمنتوج تاعنا هدايا اللي هو كيس الخبز، وهو صديق للبيئة. والفكرة تاعنا هي باش نحو لي ساشي تاع البلاستيك من البيئة. الرسالة تاعي هي يعني راهي تقدر تكون سيدة أعمال وسيدة بيت في نفس الوقت. الاحتفاء بهن ما هو إلا تكريم للمجتمع، مجتمع تساهم فيه الجزائريات بخطى ثابتة على نهج أسلافهن. إلى التذكير بالعناوين: الفريق السعيد شنقريحة يشرف على افتتاح أشغال الاجتماعية السنوي لإطارات العتاد بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى، ويؤكد الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش لسلاح العتاد. انطلاق فعالية الملتقى الدولي الرابع الجزائري التركي حول تاريخ الجزائر خلال القرن 16 ميلادي من خلال كتاب البحرية لبيري رايس. وتابعنا في النشر أيضا ترحيل 331 عائلة بولاية الجلفة إلى مساكن لائقة بكل المرافق الضرورية ضمن برنامج القضاء على السكن الهش. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.